السهر الصعيب علي ما جرب يا سعد اللي قرع قبل زمانه هاد الدنيا وعرا تزلح والطب ساعة وقات الظلام ساعة يزيانه والراحة دي ما تجي من بعد التعب يا 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 والعاقل في الناس عينه ميزانه يا 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 الجيد ما يدير غير اللي ناسب والغافل يعيا ويظهر نقصانه الساجي يعيا ويسعى ما يطلب يا متحربي مع الزمان ورا برهانه والجايح تلقاه في الأمر صعب يا 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 يتأسف ويقول لك سعد وخانو اللي يبني على منسان سرايب الشاطر يدير ساس البنيان اللي سبق خير يلقاه يغلب يا 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 الخير بالخير لجواد يبانو يا يصبر للطيحات من يشتي يركب واللي يبغي زين يرضى تهانه والقاري تفهمه واهم دراب والجاهل المسكين خاسر ديوانه الخلطات تردي ودفع الضريبة الدم من خيرة شبابها من أجل تحرير البلاد حيث أطلق عليها آنذاك اسم الأوراسي الثاني شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن البيض فيها الكثير من المتاحف المفتوحة على الهواء على شكل محطات للرسومات والنقوش الصخرية وهي تعتبر شهادة حية ما تتقدرش بثمن تورثناها على الشعوب القديمة وهي تشهد على طريقة معيشتهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم وعلى حتى الحيوانات اللي كانت تعيش في هذاك الوقت جذور منطقة البيض ضاربة في التاريخ فالحفريات الموجودة بالمنطقة تدل على أنها كانت مأهولة منذ أمد بعيد طبعا يعني ولاية البيض هي عبارة عن متحف
متحف للرسوم الحجرية، وعندنا أكثر من 40 محطة. يعني الرسوم الحجرية يعني هذه متنوعة، يعني فيها جميع أنواع الحيوانات اللي نعرفهم، الغزلان، فيه الزرافة، فيه الفيل، فيه الحيوانات يعني الأكلة اللحوم مثل الأسد إلى آخره. طبعا هذه متوزعة خاصة على طول الأطلس الصحراوي في ولاية البيض، ولكن عندنا بعض الرسوم يعني اللي عندها أهمية، واللي من ضمنها يعني كبش بعلام، ومن ضمنها عقرب طالب، ومن ضمنها مثلا رسوم المردوفة اللي فيها أنواع من الأبقار اللي بوفيدي في نسموهم باللغة اللاتينية، وعندنا شكل من الأشكال نسميها الرسوم الحجرية مدرسة تازينة. هذه عبارة عن رسوم صغيرة عندها نوع من الخصوصية خاصة بالمنطقة فقط. أهم الحفريات ما اكتشفه الجيولوجي الفرنسي فلامون سنة 1898 كبش بعلام، الذي يأخذ اهتماما بالغا لكونه همزة وصل ما بين الحضارة المغاربية القديمة والحضارة الفرعونية، متمثلا في رمز إله القوة آمون. كبش بوعلام يعني راه مرسوم يعني بالنسبة إلى مدينة بوعلام حوالي 57 كيلومتر من شمال شرق مدينة البيض. يعني هذا الرسم يعني موجود في صخرة في كهف، والرسم يعني هذا بالحجم تاعها كبير، وهو عبارة عن كبش، والكبش يعني هذا يعني على رأسه هالة، نقولوا كما بيليا سفيرويد، على رأسه هالة اللي تعبر عن شيء ما يعني في الجانب ربما الديني. ونوجد يعني في القرنين تاعها كذلك انواع مريش او انواع من ما نسميه احنا بالانواع من الاوراق تاع الاشجار، وعنده واحد الطاقم يعني كولي، وفي الامام تاعها واحد يعني تمشى قدامه شادين بوكلي شاد يعني درع. وهذا الكبش يعني الجمال تاعه وين ان اللي رسمه اعطانا فيه التفاصيل، خرجنا فيه التفاصيل، يعني العيون بارزه، الاذن تكون بارزه، الصوف بارز، يعني القرنين يعني بارزين بشكل جيد. على امتداد الأطلس الصحراوي الذي يبدأ من الحدود المغربية إلى منطقة ولد نيل، الذي ينقسم إلى ثلاث مناطق وهي جبل العمور والكسور ولد نيل. تواجد بعض الآثار التي تعبر عن حقبة الطبيعية لآثار الديناصورات التي تتكاثر أكثر في منطقة جبال العمور، أين توجد البيض والأغواط إلى آخره. هذه المنطقة تزخر بأنواع كثيرة من آثار للديناصورات موجودة في على مستوى الإفريقي، لذلك وهذه الديناصورات هي آثار ديناصورات هي لحيوانات قديمة جدا عاصرت الحقب ما قبل التاريخ، وهذه الآثار تعبر عن آثار ديناصورات آكلة الأعشاب تيروبود وآكلة اللحوم سيروبود، وهذه الآثار تتوزع على أكثر من 14 موقعا أثريا، وهذه المواقع تصنف حسب العلماء الجيولوجيين الذين زاروا المنطقة تصنف الأولى إفريقيا والثالثة عالميا. الأولى إفريقيا قبل المملكة المغربية التي توجد فيها حوالي 400 أثر ديناصور، البيض فيها أكثر من 700 أثر ديناصور. والأهمية تعود أن بعض المواقع أو بعض الليسيت أو المواقع الأثر الجيولوجية لا يوجد لها تصنيف حتى في علم الجيولوجيا، لذلك كما هو الشأن في موقع مسمى منطقة وافق، هذا الموقع يحتوي على آثار ديناصورات من نوع الأكل الأعشاب، والصنف لا يوجد حتى في تصنيف العلم الجيولوجيا، لدرجة أنه أضيف إليه اسم بيضي الذي يميزه عن المناطق أو التصنيف القائمة الموجودة في العلم الجيولوجيا. البيض تضم الكثير من المعالم التاريخية اللي تشهد على عبقرية الإنسان في فن العمارة، من بين هذه المعالم القصور القديمة، ولما نقول قصر هذا ما يعنيش أنه كان عايش فيه ملك ولا أمير، إنما هذه القصور كانوا يعيشوا فيها ناس عاديين، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على قمة الحضارة والرفاهية اللي كانوا عايشين فيها.
فتأكدوا أنكم بمجرد ما تقوموا بزيارة هاد القصور راح يتشموا عبق الحضارات والشعوب اللي مرت من هنا مصحوبة بطيبة أهلها، وهكذا راح تحسوا أنكم عايشين صح في قصور ما تضاهيهاش لا قصور الأمراء ولا قصور الملوك. عبر ربوع البيض تنتشر معالم مختلفة أودعها التاريخ لتسرد روائع ماضيها العريقة. قصر الشلالة العتيق بني عام 1180. قصر الشلالة تأسس سنة 1180 ميلادية على يد مولاي يوسف الإدريسي الذي كان متجها إلى البقاع المقدسة على رفقة ابن عمه مولاي علي الحنشي، فمولاي يوسف الإدريسي وجد قدر تشليل اليدين فلهذا سميت بالشلالة، ومولاي علي الحنشي وجد قدر حنيش ما أقدر حنيش سميت عين الحنش، وإلى يومنا هذا عين الحنش موجودة وعين يوسف موجودة. فبعد أداء فريضة الحج على في جيج عاد مولاي يوسف الإدريسي واستقر هنايا مع ربعة تاع أولاده هما عمر وحمزة وخنفر وزيان، واللي القصر هو يتكون من أربع دروب، درب ولاد عمر ودرب خنفر ودرب ولاد زيان ودرب ولاد حمزة. يتميز قصر الشلالة ببناياته المتقاربة والمتشابهة وأزقته الضيقة الملتوية التي تصب كلها في الساحة أو كما تسمى تشرفين. وهذا القصر يحتوي على المسجد العتيق ومحكمة، ويحتوي كذلك على حمام تقليدي ودار الضياف. وهذا القصر يعتبر أكبر قصر في منطقة جبال القصور، ويحتوي على حوالي 220 مسكن ذو طابقين واحد زائد واحد، وحوالي 50 سكان وجل 50 حانوت دكان، وجل هذه الدكاكين موجودة بالساحة تاع تافر. التصميم الهندسي للقصر بكل ما يحمله من عناصر وتفاصيل سواء من الداخل أو حتى في وجهه الخارجي يعكس بوضوح التركيبة السوسيوثقافية لأهالي البيض، فهي تستجيب لمتطلبات اجتماعية متجذرة في المجتمع الصحراوي أهمها المحافظة، الحشمة والحرمة. هذا المتحف تاع قصر الشلالة حاولنا يكون يختزل كل ما هو تقليدي وكل الأواني اللي كانوا يستعملوها وكل الوثائق الخاصة بالمحكمة والخاصة بتدويل أملاك قصر الشلالة. وحنا هنايا حاولنا حتى الأبواب تكون أصلية تاع القصر اللي كانت مخدومة عند 10 قرون، والأواني وكما راكم تشوفوا حاولنا نديروه يكون يختزل كل مقتنيات القصر. المتجول في الأرجاء له لقاء مع تحف هندسية تتنافس جمالاً وتحمل فصولاً من الماضي.